أصدقائي، اليوم سنلعب لعبة بيكا إكسي. لكن قبل أن تبدأوا هذا الفيديو اضغطوا لايك واشتركوا بالقناة. اليوم أنا بدي أحكي عن شيء كتير مهم يشد كتير طويلة. بدي أحكي إنه أنتوا بتعرفوا إنه صار في تحديث بيكا إكسي، صار عمره سنة. هلا بقي لهم شهرين وبصير تحديث بيكا إكسي، صار عمره سنتين، وبنفس الوقت ليحطوا تحديث صيفي. يعني انا بدي اقول لكم شيء كثير خطير. تعالوا اول من نروح البحيره. نعم، مره كانت بنت عم تتجول، فرأت بالبحيره من هدول كتير انواع، وكانوا عم بيرقصوا كتير وعم بيضحكوا. بعدين كانت لتروح عبيتها وسلقت هدول. هي لتروح عبيتها قالت ان انا بدي ارجع اشوف نظرة تانية، اشوف اذا اختفوا. راحت وشافت وطلعت بقي بس هات وهات، كان هون. الجميع في منهم فاستغربت كتير وراحت على الطبيب. الطبيب قال لها ما فيك شي، طيب ليش انت هيك عالتاني؟ قالت له عن جد يا طبيب. بعدين الطبيب راح معه ورجعوا شافوا هاد الشي، وحتى هيك ليعملوا تحديث بيكا إكسي سنتين وبنفس الوقت ليعملوا تحديث الصيفي. فبدي أقلكم إنه نحن لازم نتجهز وبسرعة لهذا التحديث. هلا أنا بدي أختار بيت كتير يكون برو عهد التحديث لما ليصير، وهو مو تحديث صيفي طبعا، هو تحديث صيفي يعني لازم نلبس شغلات صيفية يعني هيك مثل هدول. تعالوا نشوف. هلا نحن بالتحديث لنجهز حالنا. هلا نحن لنختار البشرة بالتحديث هاي، لما مو يكون في شمس يعني ما منضل طبيعتنا منضل هيك. لنختار الميكاب. تعال نروح على صالون الحلاقة ونشوف انا ميكاب لنختار وشغلات كلها. خليك من نعرف كل شي. هلا نحن كتير متحمسين. هلا طبعا ما رح اختار حيوان فيري فوكس، ليش؟ لانه هو بعدين ليشوت هيك يعني كتير لا يعمل هيك بالصيف، فيعني بدنا نختار هذا الحيوان. انا عندي حيوان تاني وليك اسمه كيكو، هذا هو غزال. هلا انا بدي اخذ حيوان فيري فوكس. يلا نقعد. بدنا نعمل نحن شعر بالصيف يكون مربوط، لأنه بعدين هيك بصير حار. هلا نحن ناخد هذا الشعر. رائع ولا نو؟ أنا بقول رائع. طبعا رائع. من اللون بلون هاد، يعني أنا بحب أكون مثل هيك عشان الطبيعة. أنا هيك شعري لونه بس هيك هو هيك. صعب الخيار يا الله. هو لو أشعر أسود وبني هيك يعني رح أعتمد على هاد الوت. لازم نشيل هاي الماسك. أوكي اشترينا، لازم نشيل الماسك. يلا نشيل الماسك. يلا نشيل الماسك ويلا نقعد مرة ثانية. الميكاب كتير لازم يكون روعة. هلا انا بقول اختار هاد الميكاب. لا نو هاد بخوف يشد كتير. هاد رائع وهيك أنيني مبسوطة وفي قوز قزح، لنختاره.
طبعا لنكون نحن اكوس وحدين فيعني هيك لنا نعمل نشيل الطاقية يا انا هلا لازم نلبس يس هلا انا بقول نلبس هيك هلا اذا نحن لنروح على البحر طبعا لازم نلبس هاي اذا منا منلبس هاي بس نحن ما رح نلبسها لنلبس هاي ونلبس هاي وما رح نضيف شي تاني بس من ايه صح من نحط هاي النضارة ونشيل هاي وتدا ليكنا جاهزين هيك لنلبس بالصيف لما نجوع البحيرة لما هيك ليصير ونحن لما لنشيحي وكمان لما ليصير العيد ميلاد السنتين لنحط ملابسهم ملابس اللي يعطونا اياهم هنين بس لازم نحن نشتريها بس الملابس تاعتهم طيب يعني نحن هلا عم نجهز ايه لبسنا ملابس بحيدا اذا لنجوع فيئتنا او شي لازم نلبس هيك تعالوا افرجيكم نلبس تنورة سوداء او ايش ما ممكن من التنورات من نلبس شي كمان اسود كمان مثلا ايه هيك يعني هيك صار كيوت بعد شيء منحط هاد الشعر او هاد لا هاد الشعر هاد الشعر هذا بين انه نحن رايحين عنزة او شي حلو بس انا بقول انه ما حلو صارت اللي بهيك البلوزة يعني لازم نغيرها بغير شي ليش انا بعلي الصوت هاي البلوزة ابدا 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 نوب صارت مثل كأنيني انا نوب لأجوع المدرسة نو بالعيد لازم نعطل يلا نو نو صارت مضحكة لا ما راح نلبس التنورة السوداء بدالة من نلبس هاي يا هذا بصير كتير كيوت وحلو كتير ومنحط هاد الشعر هاد الشعر صح انا لونته بلونك يعني ما صار حلو منحط هالشعر ومنشيل هادا لانه عنده قص هيك ومنشيل النظارات ومنحطها هذا دا 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 ومنحط كمان إضافة يلوتش لنحط وتش يلوتش هاي هذا كتير كيوت 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 لا هذا صح هذا يعني هذا مناسب الكتير كلها وبس لا طبعا مو بس هلا اخر شي لنروح نتسوق شو لنلبس لما لنتسوق طبعا بطلون جينز وهيك شغلات بس نحن ما رح نلبس جينز لنلبس هاد بنلبس هذا تاع هديك الهاد لما نحن يا ربي ما بعرف لما نحن هيك صابغنا وذبح فريق الأزرق بس لازم كان يربح فريق الأحمر يا أنا فريق الأحمر بس بتهيك يعني بتفوق عليه بنقطتين أربع نقاط هو بضل يعني لازم كان يربح الفريق الأحمر وما هو الأزرق بس مع الأسف ربح الأزرق يلا معلش أصلا بس هاي هيك لعبة منحط هاي ومنحط هاي ومنحط هاي ومنضل بهيك ومنحط هاي هاي لا نو 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 هيك انا ما بعرف شو بحط انا عم بخبص ومنحط هاي هذا هاك الحزة او هاد انا مسريتها كتير بحبه هاد
او بنحط النظارات هاي وبس بنحط هاي انه هيك نحمل فيها الاشياء اللي نحن نشتريها وبس ومناخذ إن شاء الله يعجبكم الفيديو إذا عجبكم أعطوني لايك واشتركوا بالقناة أنا بحبكم كتير